متابعة فقراتنا هي مع كارلا، وانتبهوا منيح. موضوعنا عن جد بنقول بكل حياتنا شو بدنا ناكل، ومنضل عتلانين هم، واهم شيء ننقي. بس بعتقد الفترة يلي هي اول شيء بحياتنا يلي هي للاطفال وشو بدنا نبلش نطعميهم هي اهم شيء. فاذا مع كارلا وخفيف نظيف. صباح الخير. صباح الخير هذا. صح؟ صح. هي أول لقمة. نعم. شو بدك تعطيهم؟ هيدا أول لقمة، أكثر شيء بتعذب وأكثر شيء الأهل بيكونوا قاعدين ناطرين هاللقمة شو رح يصير فيها. وهون أنا بتذكر هلا رح نشوف ريبورتاج مع بيبي كريم ووالدته ليليان، بوجه لهم تحية كبيرة ولكل العائلة. خيو الكبير هاني قطع معنا كمان بعالم صباح من 4-5 سنين بنفس المواضيع. هون بس لأقول إنه أول يعني حتى كان ثالث بيبي لليليان، وأول ما بلشت الطعمية كمان نفس نفس بعثت لي قالت لي عم ياكل لهيدا ومبسوط فيها وحاببها. بقى يعني قد ما عدد الولاد دائما في اول مره، في اول مره، لان كل ولد مختلف عن الثاني. ايه يعني التوقع شو اذا هو رح يحب اما لا، او رح يبلعها اما لا، او رح يفزها او ما، او رح يعذب او العكس. وهون اللي بدي اقوله لكل الاهل انه ما تقارنوا ابدا الاولاد لا بين بعضهم، بين الاخوه ولا بين الاصحاب. يعني انا بصيروا بيقولوا لي الجار ابنه بياخذ ساندويش اللبنه بيكون عمره يمكن اقل من 9 اشهر، بينما ابني ما عم بياكل شيء. فما نقارن ولد للثاني، نقارنه بنفسه. على كل حال رح ناخذ نشوف هالريبورتاج بكل التفاصيل وكيف منبلش، لان هون بس بدي اقول انه يلي عم نشوف يلي رح نشوفه مع ليليان ومحمد الاهل هو المثالي. بقى اذا فينا نعمل هيك بيكون ممتاز. وبنرجع طبعا بعدين بنعلق. كريم خلقان ب 27/9، سو طبق 9 اشهر هلا من جمعتين تقريبا. بلشت له بالخضره على 6 اشهر. هي التوصيه انك تبلشي بالخضره، لانه اذا بلشتي له بالفواكه بصير الولد يمكن يحب طعمه السكر الحلو ببطل ياكل الخضره. سو بلشنا له بالخضره، الكوسه، بطاطا، جزر. حتى يمكن ما بلشنا بالجزر بالاول لانه الجزر حلو، فكمان يمكن يحب الجزر بطل ياكل كوسه. بعدين بلشنا له فواكه، تفاح على 3 ايام، النجاس على 3 ايام، الموز على 3 ايام. وبس الولد هيك بتصير بتعرفي انت باي ترايل اند ايرور شو عم بحب شو ما عم بحب، بتخلطي له. تقريبا من شهر او اكثر بشوي صرنا نخلط له الاكل، يعني عم نسيه ياكل ياكل مثلنا. يعني مثلا بعمل شوربه خضره، بنعمل له مثلا بطاطا ولحمه بالبريستو، سو بنطبخ له اكل مخلوط، يعني بطلت انه بس الخضره لحال كل وحده لحال. هلا زوجي بيعمل بيطبخ الدجاجه لانه البهارات بحبها على طريقه ابوه مش على طريقتي انا، بحط فيها مثلا، هو اهم شيء لانه هلا ما فينا ناكل سكر وملح، وبتعرفي هو الملح بطعم الاكل يعني بيعطيه شوي طعمه، فبدنا نستبدل الملح بشيء يعطي نكهه للاكل. سو مثلا بحط له جوز الطيب، بحط له قرفه، بحط له هيل، بنحط له كل هالبهارات لنعطيها طعمه اكثر، امرار بنحط له زبيب كمان لنعطيها شويه حلاوه. لانه مثلا بنعمل طبخه، انا بنعمله طبخه مثلا اول الجمعه، ما فيك تطبخي كل يوم شوربه دجاج يعني، سو بنعملها طبخه كبيره وبنحط مثلا حاجته ليومين تحت بالبراد، والباقي بنعملهم بكيوبز. يعني فينا انا بشتري من هدول الكيوب تريز اللي لهم غطا، فبتحطي الشوربه بتسقيهم تبعوا الكيوبز، بتحطيهم بالفريزر، وقت اللي عزتي فيك تنزل الكميه اللي بدك اياها. بالنسبه للترويقه، شو في وحده تعمل الولد؟ يعني هلا نحن عندنا كذا اوبشن، فيك تعطيه مثلا رايس او جرينز، بس بيكونوا انه في بالسوق كثير هول الجرينز، ان كان قمح ولا رز، اللي نو شوجر ادد، اللي بيكون ما فيهم سكر، ما زايدين سكر فيهم، فنحن فينا نذوبهم مع الحليب ونحط فيهم بقلبهم، امرار فينا نحط معهم تفاح او موز او نجاس بطعمه الرز والقمح. فيك تطعميه بس فينا نطعميه
طعمي بس فواكه بدون الرز والقمح، يعني كومبوت مطبوخين بحبهم كمان كتير. عصرنا له شمام، حب كتير الشمام من فترة كمان أكيد لأنه في بقلبه سكر، بس حبه كتير وارتوى هيك حسيته بعد الظهر. ممكن لأنه عم بيشوف إخواته الكبار عم بيأكلوا الأكل مش مطحون، عم بيأكلوا مثلاً شقف مثلاً، بيشوف الدجاج هو مطحون مع البطاطا، هنا عم يأكلوا chicken pieces ما عم متقبله. فصرنا الدجاج نطبخه كتير 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 منيح ونقصه صغير 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 ونحط له قدامه وبيمسكه. هلأ طبعاً هي كان feed himself، يعني بيقدر يمسك الدجاجة بإيده ويطعمي حاله، فعم بيتسق يعني عم بينبسط بالأكل أكتر بهالطريقة. لازم الولد يبلش أكل على عمر 6 شهور، ولكن لازم يضلوا عم يشرب حليب. هلا أنا breastfeed عم رضع ابني، سو بياخد 3 أو 4 مرات بالنهار، وبالليل من بعد العشاء بيصير بس حليب كمان، ولكن يعني في ترويقة، في غدا وفي عشاء. شي كتير مهضوم بغيبتك فينا نستضيف عادي 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 ولا فظيعة هالديتاي اللي عندها اياها واللي حافظتها. لا بس لنوه انه ليليان دكتور ليليان غندور بروفيسور بلجيم على الامريكيه ببيروت، وزوجها دكتور محمد ابيض بروفيسور بجامعة الامريكيه ببيروت. نيناتهم سوبر مشغولين، ما حدا يقلي، لأن غادة كانت عم تتساءل إنه قاعدين ما عندهم كتير شغل، فاضي راضي أبدا، بس لو تعرفوا شو عندهم شو بيشتغلوا شو بيعملوا بالنهار. مع 3 أولاد لأن شختي هاني وتاليا صغار، يعني بدهم شغل. بقى الواحد بس بده تنظيم ويعمل طبعا شوية جهد كله بيزبط. هلأ بس هيك بجولة سريعة لنقول إنه اجمالا كانت عم بتقول ليليان انه مثلا شو بيتروق البيبي، او اجمالا كم وجبه لازم ياخذ، وهي دائما بينسال هالسؤال. بنعطي وجبه 2 او 3، طبعا بنبلش بوجبه واحده بالاول وهي دائما شوربه الخضار. هلا هون عند ليليان ومحمد ما بيحطوا الدجاج، ما بيسلقوه مع الخضار، لانه كل مره بيعطوه شيء، يعني اوقات بيعطوه دجاج اوقات لحمه، وهو بيحب ياكل بايده. بس هون تقول شيء كثير منيح، بس لاقول للسيدات مثلا يلي ما عندهم وقت او ما قادرين، بيقدروا يسلقوا الدجاج مع الخضار مع بعضه، ما بيصير شيء، وبينحط مثل ما شفنا مع الكيوبز بجارور الثلج، ودائما افضل يكون جارور الثلج المسكر. اذا أكيد مش موجود بنجيب علب صغيره خصوصا يعني لاكل الاطفال بنحطها بالثلاجه. علبه علبه هن كمان صحيح. في ناس يعني بتلاقيها براتيك اكثر انه بنزل علبه وحده احسن ما فضي او هيك، او اذا انت حاسبه انه قديش الكميه، مثلا بياكل مقدار مكعبين مثلج الى اخره. وهون اذا فيك تعمل الطبخه تنقول نهار الاحد لا تكفي لنهار الجمعه، ترجع تطبخي عن جديد مره الجمعه نفس نفس الطعمه ماشي الحال ما في اي مشكله. بالنسبه للصبح وقت يبلش البيبي ياخذ الوجبه الثانيه اللي هي إذا قلنا فترة الصباح، فينا نعمل البيوري التفاح، يعني إذا شفناها عندهم هن المكنة مهضومة بتحط التفاحة فيها، نفس الوقت بتنسلق وبتنطحن 10 دقائق، يعني على مثل إذا بدك طنجرة ضغط صغيرة بتسلقها على الفابور يعني على البخار للتفاحة، أو للي بيقدر. وأنا كنت شوفها سهلة كمان، كنت أبرش التفاح كمان بسرعة كتير وبيكون جاهز تعطيه. فيك تبرش نجاس دراء، وطبعا في عندك الفاكهة اللي هي طرية بتهرسيها بالشوكة كمان، مثل من دون سلق مثل الموز مثلا، أو حتى المانجو أو الأفوكادو، كلهم ممكن ينهرسوا. طبعا لازم يكونوا مستويين كتير منيح، ومنذكر سلامة الغذاء، منغسل إيدينا كتير منيح بالمي والصابون الساخنة، وبعدين منحضر أكل الأطفال. وهون كمان بدي أقوله أنه وقت نبلش نطعمي الولد بده يضل عم ياخد حليب، ما نفكر أنه الحليب صار شيء ثانوي. يعني على 6 أشهر أنا وقت أبلش خفف حليب أعطي وجبة أكل، مش يعني بيوقف الحليب، بخفف يعني انه على بكره عشيه بده يمرق صحيح، وحتى ولو بده يمرق يمكن من نص النهار. هلا ممكن انه شوي شوي يعني تصير بالاخر على 9 أشهر او السنه قريب السنه يصير ياخذ بس على بكره وعشيه، ويمكن وحده مره بالنهار بعد الظهر او الصبح يعني قبل هيدا. بس تذكروا انه يعني الولد لازم يكون اخذ شويه حليب لحتى يتقبل، ما تشربوا حليب
كثير لحتى ما يشبع وما يعود ياكل الوجبه اللي بده اياها، يعني ليتقبل اول لقمه. هاي اللي عم تحكي عنك انت غادة، لازم يكون جوعان. لازم يكون جوعان لا بس كمان المشكله الكبيره انه وقت يكون كثير جوعان انتم عم تطعميه بالملعقه بده وقت كثير بيعصب، وهو معود ينزل الحليب ان كان عم يرضع او عم بياخذ البيبرون بيكون معود ينزل له الحليب بسرعه، بقى رح يعصب اذا جوعان كثير وما عم بيوصل الاكل لقله بسرعه. فيكون نص نص، لا كثير جوعان ولا كثير شبعان، والافضل انه بتبلشي بشويه حليب الاول وبعدين ترجعي بتدخلي له اذا بدك الطبق اللي عم تطعميه وبتكملي. اذا حسيتي ما بقى بده وبعد بده حليب بتكملي، بس هو الافضل انه ياخذ شويه حليب اول مرتين ثلاثه هيك ما نكمل بالحليب. صح، يعني ابدا لا بصير بيتعود انه انا هلا اذا قلت لا هلا بدي اكمل بالحليب. صحيح، يعني هو الحليب بس بالاول لنسد الجوع اذا بدك، ولازم تدريجيا يعني يبطل او يعني تبدل الوجبه بصحن الاكل. وكثير من الاوقات بيقولوا لي شو افضل شيء نبلش فيه. هلا طبعا انا بقول لازم الولد يتعود على التغيير شوي ورا شوي، يعني اول شيء بده يتعود من السائل للجامد بعدين لنوع تاني. فمن السائل للجامد اقرب شيء تعمق له هو الحليب اللي معود على طعمته، نسمكه بحبوب خاصه للاطفال وبالصحن مش بالبيبرون. بقى هيدي افضل شيء نبلش فيها، وبعدين مثل ما شفنا بالريبورتاج بنبلش بالخضره كل نوع لحال وبعدين بنخلط. ميرسي لك كارلا. شكرا لك، لكن بون ويك اند كمان. نشوفك اسبوع الجاي ان الله راد. نحن عم نتابع فقراتنا، خلونا نروح بهالجوله على صالات السينما قبل ما نرجع على الاستوديو. The Hunter's Prayer عن قاتل بيساعد شابة للانتقام من قتلة عائلتها، مع مارتن كومبتون، تينا ماسكيل وسام وورثينغتون. You have such potential. Such talent. You're a hunter. My father always said that you could never trust a person that needed something from you. But he also said he'd never met anyone who didn't need something from someone. ولمحبي أفلام الرعب، The Ozer's Child عن سباق غريب بصير بالمستقبل البعيد لإيقاف أزمة عم تمتد لكواكب أخرى، مع كالين لودز، دانيال ماكفرسون وريتشل جريفيث. What if somebody had died? I was just trying to be like you. I wanted you to be better. I'm gonna need the suit back. But I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. Spider-Man Homecoming بنسخة 3D. بهالجزء بيحاول بيتر باركر أو سبايدرمان أنه يخلق توازن بين حياته كطالب هاي سكول ومحاربة الجريمة بمساعدة أستاذه توني ستارك أو آيرون مان، مع توم هولاند، روبرت داوني جونيور ومايكل كيتن. Don't do anything stupid. All right? Yeah. وفورا رح ننتقل لعند شيف حسين حتى نستفيد من الوقت اليوم، بما انه نهارنا اذا رح يخلص بشكل سريع على الساعه 12:30، لحتى ننتقل ونشوف اليوم الاطباق يلي رح بنحضرها سوا مع رشد ملح. صباح الخير لكل المشاهدين. اليوم في عنا وصفات كتير طيبه. عندي لبن بالفواكه، لبن بالفواكه في عندي مانجا، ايضا عندي من الاناناس، عندي كيوي، عندي خوخ، وايضا مشاهدينا فينا نحط فاكهه الموسم شو ما كانت، ما عندي اي مشكله. لكن عندي فواكه، عندي لبن، عندي حليب مكثف، عندي كمان جيلاتين، وايضا في عنا ماء الزهر. طيب هالطبق رح نحضره انا وياكم باخر فقره من عالم الصباح واخر فقرات رشة ملح. أما هلأ أنا وياكم خلينا نبلش بالطبق الرئيسي، المغربية بكرات اللحم. المغربية وصفة كتير طيبة، طبعا مستعملين نحن مغربية، هي نوع من أنواع العجائن الغذائية من منتوجات تونس فود.
عندي حبوب المغربية جاهزة قدامي. هون بقول لك كل المشاهدين، في عندي نوعين من المغربية، في مغربية خضراء تجي متلاجة وفي مغربية يابسة. طبعا نحن المغربية الخضراء صرنا مستعملينها كذا مرة، أما هلأ أنا وياكم راح نحضر اليوم مغربية يابسة. عندي على النار مي، المغربية اليابسة قدامي بهالشكل هذا مثل ما عم نشوفها، هاي المغربية اليابسة. لكن المغربية اليابسة جاهزة قدامنا، طبعا هاي المقادير على الشاشة. رح اسلق المغربية، بس أنا وياكم قبل ما نسلق المغربية بدنا نترك المي لحتى تغلي، ومنسقط فيها المغربية بدها حوالي 10 دقائق. بعد 10 دقائق بتكبر حبة المغربية وبتنسلق. بعد ما نسلقها رح نبردها كمان أنا وياكم بآخر فكرة، رح نحط المغربية على النار. أما هلأ خلينا نبلش باللحمة للمغربية. طيب عندي لحمة مفرومة ناعمة، بحط معها فلفل أسود، بحط معها كمان ملح. لكن حطينا فلفل أسود، حطينا ملح، بحط بيض كمان، بحط جبنة مرهمية. أوكي، لكن ضفنا للحمة جبنة مرهمية. طيب عندي كمان كعك مطحون، كمان حضفنا نضيف كعك مطحون، ورح ضيف كمان ثوم. ضيف للحمة كمان ثوم ناعم، وأيضا مع بصل ناعم. لكن رح حط ثوم ورح حط بصل. بعد ما حطينا نحن الكعك، حطينا البيض، حطيت اللحمة المفرومة ناعمة مع فلفل أسود، وما بدنا ننسى أنه نحط كمان الجبنة المرهمية بتعطيها نكهة كتير طيبة. هيدا الثوم، ضفنا الثوم، وعندي البصل كمان، هاي بصلة بفرمها ناعم بهالشكل هيدا مثل ما عم نشوف. البصلة عم نعمها قد ما فيه، بدها تكون ناعمة البصلة، كمان منضيفها للحمة. لكن هيدي البصلة كمان منضيفها للحمة، وبنخلطهم كلهم مع بعض. طيب بخلط اللحمة بروس أصابيعي بهالشكل هيدا، اللي دخلها كعك، دخلها بيض، جبنة مرهمية، فلفل أسود، رشة ملح صغيرة، وأيضا بصل، وحطينا كمان ثوم. فيني حط مع من رب البندورة، لكل الناس اللي بحبوا رب البندورة أو صلصة البندورة فيني حط معها صلصة بندورة. طيب بعد ما احصل على هالعجينة، بعد ما احصل على عجينة اللحمة شو رح سوي؟ رح اعمل هاللحمة انا بشكل كريات صغيرة، وايضا بدي قليها. بعد ما قليها باخر فكرة رح حطها مع المغربية، بس طبعا المغربية قبل ما حط لها اللحمة لازم انا حط لها زبدة او سمنة او مواد دهنية، قليها شوي وحط اللحمة، وبضل في عنا الزيتون الاسود. رح ارجع اخبركم بالتفصيل عن هالوصفة، اما هلا بنرجع لعندك غادة. يعطيك الف عافية يا شيف. طبعا نحن رح نرجع لعندك بعد شوي، انما هلا نحن وكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا رح ناخذ بريك صغير، من بعدها بترجع بتنضم لنا مايا، منكون مع بيت بيوت.